لدينا وللمزيد من التفاصيل ينضم معنا من بغداد مدير قسم تعزيز الصحة في الوزارة دكتور هيثم العبيدي. بداية دكتور مرحبا بك في حصاد هذه الليلة عبد الرشيد. اليوم في الموقف الوبائي 6513 إصابة بكورونا. دكتور ما هو حجم الخطر الآن؟ نعم مساء الخير على حضرتك وشكرا للاستضافة وتحياتي إلى مشاهدي القناة في كل مكان. حقيقة هذا العدد كبير وغير قليل ولا يستهان به ويؤشر إلى وجود إصابات كثيرة جدا بالعراق. هذا العدد هو ليست الإصابات الحقيقية، طبعا الإصابات الحقيقية أكثر من هذا العدد، لكن هؤلاء هم من تم تسجيلهم. الزيادة الملحوظة اللي صارت في اليومين الأخيرة اللي هي 6000 و6500 جزء منها يعزى إلى زيادة عدد الفحوصات. كان هناك سياسة للوزارة بالتوجه إلى القرى والأرياف وفي مناطق يعني لم تصلها هذه الأمور من قبل، وهم غير ملتزمين بالحظر نهائيا وليس لهم يعني داعي بالحظر. فزادت عدد الفحوصات حسب السياسة الجديدة في هذه المناطق النائية والقرى والأرياف، ولذلك ارتفعت نسبة الإصابة المسجلة إلى هذا العدد اللي تشوفونه. طيب، يضاف إلى ذلك طبعا أكيد مرور العراق بالموجة الثانية مثل كل دول العالم والتي ارتفعت فيها نسبة الإصابة. نعم. طيب دكتور، يعني ارتفاع قياسي في عدد الإصابات اليوم على الرغم من الحظر، السؤال هو ما الفائدة من الحظر ولماذا لا يتم اللجوء لخيارات أخرى خصوصا وهناك حالات إصابات كثيرة؟ نعم، هو حضرتك يعني شفت أنه موضوع الحظر تم تقليصه وتقليل عدد الأيام وتقليل عدد الساعات في سياسة قد تعود يعني للجان العليا في الدولة، يعني اللجنة العليا للصحة والسلامة هي لديها رؤية حقيقة، يعني احنا لا نعلم بهذا الموضوع. في موضوع الحظر قد يعني يرفع أو يستمر أو تقلص عدد الساعات الحظر، هذا متروك لرئاسة الوزراء حقيقة موضوع الحظر. نعم. طيب، أعلنت وزارة الصحة اليوم البدء بتوزيع اللقاحات بين المحافظات وكذلك الشروع بعملية تطعيم المواطنين ابتداء من اليوم. لا يزال المواطن متخوف من اللقاحات وأن أعداد الراغبين بتلقي اللقاح أقل من عدد الجرعات الموجودة، كيف يمكن مواجهة هذه المشكلة دكتور؟ يعني موضوع الرفض للقاح هو ليس في العراق فقط، يعني كثير من الناس عندما يظهر لقاح جديد أو دواء جديد يكون هناك تخوف من عنده حقيقة، لكنه الشيء اللي يؤكد آمنية اللقاح وفعاليته هو تطعيم ما يقارب 500 مليون شخص في معظم دول العالم، وهذا يؤكد أنه لقاح آمن وفعال وتم استخدامه في دول المنشأ في الدول المتقدمة الولايات المتحدة وأوروبا. العزوف هذا حقيقة أنا لا أرى له أي مبرر. اللقاح سلاح فعال ضد الإصابة ويؤمن الإنسان على نفسه وعائلته. أضف إلى ذلك اللقاح هو ليس يعني شيء بسيط، هو كلف الدولة ملايين الدولارات مثل علاج غالي الثمن وتعطيه الدولة مجانا. بالعكس يجب أن يكون هناك، يعني احنا نتوقع أن تكون هناك يعني توجه كبير من المواطنين على منافذ اللقاح لأخذه واستنفاذه وبأسرع وقت ممكن، لأن هذا راح يأمن المواطن على الأقل. الجرعة الأولى هي الجرعة الأهم التي تعطي المناعة الرئيسية، أما الجرعة الثانية فتكون هي الجرعة المنشطة ما نسميه. طيب دكتور، يعني هناك لقاحات عديدة واختلطت على المواطن الكثير من نوعيات هذه الأدوية، كما تعلم هناك لقاح روسي ولقاح صيني ولقاح سويدي بريطاني، وكذلك هناك لقاح من الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه اللقاحات لها نسب شفاء معينة، آخر هذه اللقاحات أسترازينيكا التي خفضت نسبة نجاح وفعاليته إلى 76% حسب التقارير الأولية، ما معنى ذلك؟ هذه النسب حقيقة نسب دراسات، يعني حتى لو كانت هذه النسبة 76 أو 79 بالحقيقة فهو أولا يغطي 95% يمنع الوفاة، وبنسب أقل يمنع الإصابة الحرجة الشديدة، يعني اللي ياخذ اللقاح راح يأمن 100% أنه لا تحدث له وفاة بسبب كورونا، ويؤمن بنسبة أقل أنه لن يصاب بالإصابات الحرجة الشديدة.
نسب اللقاح هذه طبعا هي دائما لا تعطى 100%. يعني اللقاحات المستخدمة عندنا بالعراق منذ زمن منذ عقود، يعني لقاح اللي يعطى الأطفال أيضا بها هاي النسب، بها 70 وبها 80%، ونحن نستخدمها كبرنامج اللقاحات الوطنية وكل العالم يستخدم. ليس هناك لقاح في العالم ولا دواء يعطي نسبة 100% وبضمان، فهذه النسب مقبولة وجيدة وتؤمن من الوفاة بسبب كورونا. نعم، حدثنا بصوتي والصورة دكتور هيثم العبيدي مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك انضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة عبر الرشيد، شكرا جزيلا لك مرة أخرى.